السلام عليكم. اليوم سنتعرف على حرفي الصاد والضاد. صاد، ضاد، صاد، صقر، ضاد، ضفدعة، ص، ص، صو، ض، 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 ص، صحن، ص، صفر، ص، صنبور، ض، ضفيرة، ض، درس، ض، ضباط، ص، ص، صو، ض، ض، ضو، ص، صابون، ص، قصير، ص، صوص، ض، ضابط، ض، رضيع، ض، فضولي، أص، يس، أض، يد، أص، أصفر، مس، مصباح، أد، أدراس، يد، يضحك، صن، صن، ضن، ضن، صن، قفص، صن، قرص، ضن، بيض، ضن، أرض، ص، ص، صو، ص، ص، صو، صن، 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 ض، ض، ضو، ض، ض، ضو، ضن، ضن، ضن. الآن لننتقل إلى كتابة حرفي الصاد والضاد. نبدأ بحرف الصاد في بداية الكلمة. في وسطها. ثم في نهايتها. الآن نمر إلى حرف الضاد. حرف الضاد في أول الكلمة، ثم في وسطها، وأخيرا في نهايتها. لا تنسوا النقطة في الأعلى.